أول جمعة بال 2024 كل توقعات ميشيل هايك تحققت. مش معقول. بالجمعة اليابان زلزال، فوق الزلزال فيضان، اغتيال بالضاحية، شو بدك، فضيحة هذا جيري أبستين بأمريكا، جاي عاصفة الأربعة، يعني قصص. المطار حديث المدري شو. شو؟ قال المطار حديث، رح يكون حديث. قال المطار حيكون حديث الساعة. نحن رح نبلش بالمطار على فكرة، لازم نعمل له فقرة للمطار. يعني كل جمعة بنحكي على المطار، لازم نعمل له فقرة، لازم يكون في مطار وشاف أنطوان كل جمعة، معروف صار فقرة ثابتة، المطار مثله مثل شاف أنطوان. من جمعتين، من ثلاث جماع غرق المطار، مبارح من يومين ثلاثة تهكر المطار أبو جي. شفت شو صار؟ شفت سكرينات؟ أول شيء منيح اللي تهكر لانتبهنا أنه في سكرينات. ما كنا منتبهين لأنه بحياتهم ما عطوا معلومة مزبوطة، بحياتنا ما اطلعنا عليهم أصلاً. شوف يا أبو جيك شو صار بالمطار. الهجوم السيبراني الذي تعرض له مطار رفيق الحريري الدولي. ظهرت على شاشات المغادرة والوصول في المطار كما شاهدنا اليوم شعار لجنود الرب ومرفق معه بدعوات لكف يد حزب الله عن المطار، ما يؤكد أن المطار تعرض لقرصنة. طبعا البلبلة حصلت بين المسافرين نفسهم يلي فكروا أنه فترة تعطل السيستم أنه قد تطول، ولكن تم السيطرة عليها دغري. الحزام الحقائب هو اللي توقف عن العمل، وطبعا الشاشات يلي بتدل العالم وين يروح أو على أي جيت هي اللي توقفت عن العمل. أبو جيك تهكر المطار وانكتب على السكرينات إشي رسائل ضد حزب الله بالداخل، وانمضت باسم جنود الرب. جنود الرب نكروا هذا الموضوع، نفوا نحن ما قلنا علاقة، نحن بنفهم بالتوراة ما بنفهم بالطيارات. حي هو رب الجنود. كيف مطار الحريري، مطار الحريري تحول لمطار الهاكريري شو اسمه، وتهكر كله من أساسه، وكتبوا عبارات. هلا شو انت شفت شو صار من بعدها؟ لا. اوكي شفت كيف صاروا الرحلات؟ صاروا الرحلات عم ينكتبوا بخط الايد ابو جيك على بورد. لا، والتيكت كروس دخان. تيكت بيقول لك اتجه الى الجيت رقم 7، بيعطيك كروس مالبورو مخزوق من نصه، بيخزوق بيكتب لك عليه، ما بقى في شيء، سيستم كله تهكر. لا الطيران يؤدي الى امراض خطيره. يا خيي مش معقول، مش معقول. صرت انت بتاخذ التيكت مكتوب عليه الطيران يؤدي الى امراض مميته. لا 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 لا، بس لوح، بس لوح لمواعيد الرحلات في مطار بيروت. لا شيء غريب عجيب. هلا بيجي حدا من جند ربي بخرطش وبيجي لا بيكتب تحته على اكيد صير فيك على فكره. اعطيني مثلا، فوت لي هالبورد، عندنا بورد، فوت لي بورد. يلا فوت، عم بقول له صار مدير المسرح. احلى شغله مدير المسرح عم صار يلا فوتوا. مرسي شباب كثير فوتوا بسرعه بعقد. عرفت كيف؟ طب ما مش معقول. شو كاتبين؟ شو هاي؟ تي او 4251 تي او 4251 ايه. هاي شو هاي يعني؟ اورجي. لا يا اخي اورلي اورلي اورلي، هاي اكيد اورلي. فيك بعدين تحت سي واي، سي واي يعني سايبرس. اوكي. لا على لارنكا 121 لارنكا مزبوط. بعدين تشوف في تحت تاك تيكا مزبوط، تيكا اسطنبول، تيكا 825 ايست، ايست اسطنبول. بعدين هون كتبوا لدينا ثلج. بيجي بيجي سير الساعة واحدة بيجي بيكتب اليوم صيادية. عساس جمعة كان جمعة، لأنه كل جمعة صيادية. عرفت كيف؟ كل جمعة بلادي جور. بعدين صار يكتب بلادي جور. بعدين بعدين اخر شيء ليك على الجمعة، على الجمعة بعدين الجمعة واحدة ونص نعود بعد الصلاة. ليه؟ واخر شيء ليديز نايت. بالليل بالليل ليديز نايت. بعدين 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 اتس ا جيرل، جندر جندر ريفيل، جندر ريفيل اتس ا جيرل. موجودين عند الجيران. مضبوط. اذا بدكم شيء نحن عند الجيران. موجودين عند الجيران. اذا بدكم شيء